السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الثاني متوسط. أبدأ مع حضراتكم بعد الأجازة لاستكمال ما سبق شرحه من مادة العلوم. أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، بعد التحية أبدأ معكم شرح مادة العلوم لموضوعنا اليوم، بيتكلم عن التلوث وحماية البيئة. موضوعنا اليوم بيتكلم عن التلوث وحماية البيئة. بنتكلم عن هذا الموضوع يا أحبابي، وسنتعلم به بإذن الله تعالى وعلى بركة الله تعالى وبعونه وتوفيقه مع العناصر التالية. معنى التلوث، وما المقصود بتلوث الهواء، والمطر الحمضي، والاحتباس الحراري، وطبقة الأوزون، واستنزاف طبقة الأوزون. أنتم مستعدون أبنائي؟ نعم طبعا مستعدون بإذن الله تعالى. نبدأ أولا أحبابي، ما المقصود بالتلوث وحماية البيئة؟ عنواننا التلوث وحماية البيئة. التلوث هو إضافة أي مادة ضارة للبيئة. معنى التلوث بصفة عامة هو إضافة أي مادة ملوثة للبيئة. وبالتالي ما المقصود بالملوثات؟ الملوثات ثلاث كلمات فقط، هي مواد تلوث البيئة. الملوثات هي مواد تلوث البيئة. لماذا نحمي البيئة من التلوث؟ لماذا نحمي البيئة التلوث؟ لأن البيئة هي المكان أو الإطار الذي يعيش فيه الكائن يأثر به ويؤثر. البيئة هي المكان الذي يعيش به الكائن الحي، سواء إنسان حيوان أو نبات، يتأثر بهذا الكائن المكان، فبد من حماية المكان. لأن لو كان هذا المكان متلوث أثر على صحة الإنسان والحيوان وأثر على صحة كل الكائنات الحية، فيجب علينا حماية البيئة لأنها هي المكان الذي نعيش به. فكيف نحمي البيئة من التلوث؟ كيف نحمي البيئة من التلوث؟ نحمي البيئة من التلوث أبنائي بزراعة الأشجار، بزراعة الأشجار وتقليل حرق الوقود بصفة عامة، سواء الوقود الأحفوري أو الوقود العضوي أو كل أنواع الوقود الناتجة من التلوث. يبقى نحمي البيئة بزراعة النباتات وتقليل واسترشاد وحرق الوقود بصفة عامة. يبقى نحمي البيئة بزراعة الأشجار. لماذا زراعة الأشجار؟ لأن الأشجار بتأخذ الناتج عن التلوث، وهو ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الغازات، فتنتج ثاني أكسيد الكربون لكي تقوم بعملية البناء الضوئي، وبالتالي النباتات تنقي البيئة بأخذها ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، الذي هو عبارة خليط من غازات بنسب مختلفة، أهمها غاز الأكسجين وأكسيد الكربون. فكلما زادت نسبة غاز ثاني كربون عن الحد الطبيعي في البيئة يصبح المكان متلوث. فالذي يخلص البيئة من التلوث هو كثرة زراعة النباتات. العنصر الثاني أحبائي تلوث الهواء. ما هو تلوث الهواء؟ وما هي أسبابه؟ وكيف ينتج تلوث الهواء؟ وكيف نحل مشكلة تلوث الهواء؟ أبنائي وأحبابي، ما المقصود بتلوث الهواء؟ نعم، تلوث الهواء ينتج من احتراق الغازات من المصانع، من احتراق الغازات في السيارات، من كثرة احتراق الأخشاب، من كثرة احتراق الوقود بصفة عامة. يبقى أسباب، ما هي أسباب تلوث الهواء؟ تلوث الهواء أولاً ينتج من احتراق الغازات، والغازات الناتجة من حرق الوقود تؤدي إلى تلوث الهواء. زيادة نسبة الغازات الناتجة من حرق الوقود تؤدي إلى تلوث الهواء. واهم هذه الغازات غاز ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون واكسيد النيتروجين والاكسيد الكبريت، وهذه المواد تلوث الهواء. يبقى تلوث الهواء هو اضافه ماده تغير من خواص الهواء، تغير النسب الطبيعيه للهواء الجوي، وتزيد من نسب ثاني اكسيد الكربون والغازات الضاره به، يؤدي الى تلوث الهواء. يبقى اول سبب من اسباب تلوث الهواء هو الغازات الناتجة عن الوقود. تاني سبب من أسباب تلوث الهواء إيش؟ ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أيضا من أسباب تلوث الهواء انفجار البراكين. انفجار البراكين يؤدي إلى
فلو جراثيم ذات السامة والناتجة عنه إلى تلوث الهواء، فانفجار البراكين يؤدي إلى خروج غازات سامة تؤدي إلى تلوث الهواء. من الأسباب التي تؤدي إلى تلوث الهواء الرياح المحملة بالأتربة والغبار، الرياح اللي تبقى محملة بالأتربة والغبار تؤدي إلى تلوث الهواء. فالرياح الممتلئة بالأتربة والرياح وقدرتها على حمل الأتربة تؤدي إلى تلوث الهواء. من الأسباب أيضا التي تؤدي تلوث الهواء السحابة السوداء والضباب الدخاني ناتج من تفاعل ضوء الشمس ملوثات الناتجة من احتراق الوقود يؤدي إلى تلوث الهواء. يبقى تلوث الهواء هو اختلاف وزيادة الغازات الناتجة أو زيادة الغازات الناتجة في الهواء الجوي تؤدي إلى تلوث الهواء. من أهم أسباب تلوث الهواء الغازات الناتجة من حرارة الوقود، الغازات الناتجة من انفجار البراكين، الرياح المحملة بالأتربة والغبار، السحابة السوداء أو الضباب الدخاني الناتج من تفاعل ضوء الشمس مع تلوثات الناتجة من احتراق الوقود. والآن أحبابي، بعد ما عرفنا مشكلة تلوث الهواء، كيف نتخلص من هذه المشكلة وما أضرار هذه المشكلة؟ تلوث الهواء إما بتزداد نسبة الغازات، وأما غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الناتجة عن احتراق الوقود في الهواء الجوي أو الأتربة أو الغبار يؤدي إلى مشاكل صحية بالكائنات الحية وخاصة الإنسان، فيؤدي على سبيل المثال مثل التهاب العيون وصعوبة التنفس خاصة للمصابين بأمراض الربو، ويؤدي ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي والأكاسيد الأخرى غاز الكبريت وأكاسيد النيتروجين إلى تكون مطر حمضي اللي هو هيبقى العنصر الثاني من السنوم. ولكن قبل أن ننتقل العنصر الثاني تلوث الهواء ومطر حمضي، بنتكلم عن حل مشكلة تلوث الهواء. حل مشكلة تلوث الهواء، كيف نحل مشكلة تلوث الهواء؟ نحل مشكلة تلوث الهواء أبنائي بما يلي: أول حاجة تقليل حرق الوقود كلما أمكن ذلك، كل ما نوفر الوقود ونقلل في تقليل حرق الوقود ورشيد استهلاك حرق الوقود ولا نسرف في حرق الوقود بأنواع خاصة الوقود الأحفوري، ونرجع إلى الطبيعة كما مرتبط بدرس الطبق استخدام الطاقة الشمسية واستخدام الطاقات الطبيعية، نقلل من استخدام الوقود، نقلل من تلوث الهواء، لأن الله عز وجل قال: ووصدق القائلين يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف في حرق الوقود يؤدي إلى تلوث، فكلما نقلل ونوفر حرق الوقود يؤدي ذلك إلى حل مشكلة التلوث. أول حاجة تقليل حرق الوقود. رقم اثنين، نقلل من مشكلة نحل مشكلة التلوث الهواء بكثرة زراعة الأشجار. كلما زادت المسطحات الخضراء والأشجار وقامت بعملية البناء الضوئي تخلص البيئة من الغازات الناتجة من حرق الوقود. الأشجار والنباتات الخضراء تقوم بأخذ ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات حرق الوقود أيضا في إيه؟ أيوة، كما قلتم، في عملية البناء الضوئي، وبالتالي تخلص البيئة من الغازات الناتجة عن حرق الوقود. أيضا نقلل من استخدام السيارات العامة واستخدام السيارات الكهربائية واستخدام وسائل النقل العامة، ونشر التوعية لدى الأشخاص للحفاظ على البيئة بعدم الإسراف في حرق الوقود. من المشاكل التي تجعل حرق الوقود عنصرنا الثاني في درس اليوم المطر الحمضي. ما هو المطر الحمضي؟ وكيف يتكون المطر الحمضي؟ أولاً عرفنا في الفصل الدراسي الأول الفرق بين الأحماض والقلويات. عشان نعرف ان المطر الحمضي لابد نقيس ايش؟ نقيس ماذا نقيسه عشان نعرف ان المطر حمضي او غير حمضي؟ لابد من قياس الرقم الهيدروجيني، الرقم الهيدروجيني والبي اتش، قياس الرقم الهيدروجيني البي اتش والرقم اللي يحدد المحلول هل هو حمضي او قلوي. فاذا كان اقل من 7 6 او 5 او
أقل من 7 يعتبر الوسط حمضي، وإذا كان أكثر من 7 الوسط قلوي أو قاعدي، و7 هو الوسط المتعادل كما واضح قدام منكم في الكتاب المدرسي. يبقى نقيس المطر الحمضي إذا كان المحلول المطر وضعنا فيه كاشف دوار الشمس فتلون باللون الأحمر من الأحماض تحمر ورق دوار الشمس، فيبقى هذا المطر مطر حمضي. كيف يتكون المطر الحمضي؟ يتكون المطر الحمضي بتفاعل الغازات الناتجة من حرق الوقود وحرق الوقود الأحفوري مع الماء الموجود في الهواء الجوي، بيتكون أمطار حامضية. وعندما تسقط هذه الأمطار الحامضية على الأرض تؤدي إلى الضرر. يبقى المطر الحمضي هو المطر المتكون من تفاعل، المطر المتكون من تفاعل الماء الموجود في الهواء الجوي من الغازات الناتجة من احتراق الوقود، وأهمها الفحم الحجري والوقود الأحفوري، وتكون غازات النيتروجين وأكاسيد الكبريت يتفاعل معها الماء الموجود في الهواء الجوي فيسقط المطر الحامضي. والمطر الحامضي هو يكون الرقم الهيدروجيني بتاعه، مقياس رقم الهيدروجيني للمطر الحامضي أقل من 6 و5 و4، كل ذلك يعتبر المطر الحامضي. المطر الحامضي له أضرار. أضرار المطر الحامضي، تفاعل المطر الحامضي عندما يسقط على الأرض يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للتربة، حيث يتفاعل مع المواد المغذية الضرورية للنبات الموجودة في التربة، مما يؤدي إلى تحولها ولا يستطيع النبات أخذها، فيؤدي ذلك إلى موت الأشجار، ومطر الأشجار يزيل من تلوث البيئة. وكذلك إذا تسرب المطر الحمضي من التربة إلى البحار والمحيطات يؤدي أيضا إلى قطع إيش الذي يقوم بعملية البناء الضوئي في المياه والبرك، الطحالب الخضراء أيضا تقوم بعملية البناء الضوئي. فزيادة الرمود المياه نتيجة سقوط في البحار والبرك والمحيطات يؤدي ذلك إلى موت الطحالب، وموت الطحالب يؤدي أيضا ضررا سلبيا على البيئة، حيث يؤدي إلى موت الأسماك والمخلوقات الحية التي تتغذى على الطحالب، فيسبب ذلك تلوث المياه. وبالتالي المطر الحمضي من أسباب الأشياء التي تنتج عن تلوث الهواء، المطر الحمضي هو الناتج من تفاعل الماء الموجود في الهواء الجوي. فما هي خطورة المطر الحمضي؟ هل المطر الحمضي لا خطورة؟ طبعاً خطورته كبيرة على البيئة، حيث يؤدي إلى قتل النباتات وقتل الكائنات الحية الموجودة في البحار والطحالب التي تغذى عليها الكائنات الحية، ويؤدي ذلك أيضاً إلى تلوث المياه.